ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة دي بلادر. اليوم عندنا نزال بين الحصان الأسطوري والشجاع المنتصر بلبل من زيرو جي الجزء السابع، بلبل من الجزء الثامن، وهو بي باتل بيرست. طبعا قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا في القناة بسرعة، كل اللي عم بيحضروا اشتركوا بالقناة، اضغطوا على الزر الأحمر سبسكرايب أو اشتراك، اوه حطوا لايك بسرعة، حطوا لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو ل 200 لايك بأسرع وقت. 200 لايك بسرعة، يلا بسرعة كل واحد هون 200 لايك. نشوف إذا بتقدروا برضه، اللي بيقدر يحط لايك بخشمه يقدر يحط، شوفها كمان واحد بيقدر يحط لايك بخشمه، وكمان انشروا القناة إذا في عندكم حدا من أقاربكم بحب البي بلاد وبي باتل ومن هالحكي. أوكي يلا نبلش نزال، بس قبل ما نبلش طبعا لازم أحكي انه نزال غير عادل، اكيد انه نازل بلبل من جيل المعركة الحديدية ضد بلبل من من بيبت من البيرست بي بلاد بيرست. فبس راح اعمل النزال مشانكم انتو احلى ناس، واللي مو ضافني على سناب شات وانستغرام بسرعة يروح على صندوق الوصف ضيفوني، هناك ببين وجهي ومن هالحكي، ويلا نبلش النزال. اوكي هاي تبعت الإضاءة سوري. جولي طبعا اكيد نزال مش عادل يعني، بس لو بيحل بهجومية اكيد افضل، بس يعني ما ادري شيء. اوكي الجولة الاولى صالح الحصان جموح، الحصان الاسطوري. اذا برضه الجولة الثانية لصالح الحصان الاسطوري. اضاءة. اوه صار شوية حماس. طبعا اكيد يعني الحصان اوكي بيرس، طبعا الحصان اكيد اقوى منه بكل المعايير واتقل من هالحكي، لانه كل بلابل بيرس بس يعني كل بلابل البي باتل بيرست مخصصة للنزال مع بلابل البي باتل بيرست، وكل بلابل الزيرو جي برضه مخصصة مع كل بلابل الزيرو جي بالحلبة الصدر المتوازن الشفاف الكبير هاي. فطبعا غير عادل بس انه عادل، يلا راح نكمل كمان جولة. تنين هجماتهم راحوا على الفاضي لانه اصلا بعاد عن بعض. اوه كمان بيرش، يلا نكمل. اوه خبطة طويلة. شوف هل كان راح يكون قريب على البيرس؟ لا ما كان قريب على البيرس اصلا، ما هي لما البيرس هيك بصير للي ما بيعرف هيك. اوكي بفطار. اوه بيرست قوي، والفائز اكيد الحصان الاسطوري. هاي الجولة الاخيرة طبعا بدناش كمان خسائر، ممكن يتكسر بلابل بي باتل بيرست ضد البلابل الحديدية. اوكي والفائز هو الحصان الاسطوري. وشكرا لكم لو تابعتكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة بسرعة، اضغطوا على الزر الاحمر اشتراك او سبسكرايب، وحطوا لايك بسرعة، خلينا نوصل هذا الفيديو ل 200 لايك باسرع وقت، وانشروا هذا الفيديو لاصحابكم بحبوا البي بلاد، وبشوفكم الفيديو جاي. احضروا فيديوهات تانية عن بي باتل، افتحوا قناتي اللي ما بيعرف عندي كتير فيديوهات عن بي بلاد بيرست ومن هالحكي، ويلا بشوفكم الفيديو الجاي، ضيفونا على سناب شات وانستغرام بصندوق الوصف.